بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أيها الحفل الكريم، أيها المتابعين الأعزاء، تتواصل التحديات، تتواصل المنافسات ضمن هذه الفعاليات، فعاليات مهرجان ولي العهد النسخة 25/23. إذن على بركة الله أعلنت انطلاقة شوطنا 12 للقعدان من مسافة 3 كيلومترات، شوط القعدان الحقايق. إذن على بركة الله أبدأ وإياكم أسير مع المركز الأول، مع أول المنطلقين، البرق صالح بن ضيف الله بن علي البريكي، من ينطلق مع المركز الأول. المركز الثاني شعار فرج بن عفاس بن صالح المري، يقدم لنا الواعي في هذه اللحظات ويقير الأمور وينطلق مع المركز الأول. المركز الثالث من غير إلى المركز الثاني، هذا شعار عايض بن رفعان بن عايض العاطف القحطاني، يقدم لنا الحاسم بمتابعة الشرس ماجد بن محمد بن حلفان المري. المركز الرابع ومن انطلق وغير الأمور مع المركز الأول، مبلش مبلش حمد بن راشد بن ناصر العرق المري. والمركز الخامس الوصول والقدوم من شعار سالم بن محمد بن مبارك المري، يقدم لنا لازم مع المركز الخامس. ندان الأول أتممناه على حضراتكم، وأعود إلى الصدارة، إلى المركز الأول، إلى مبلش 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 مع الصدارة ومع المركز الأول، وبشعار حمد بن راشد بن ناصر العرق المري، يقدم لنا مبلش مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني وصل الواعي الواعي بشعار الكريبي فرج بن عفاس بن صالح المري، والوصول وصل شعار سالم بن محمد بن مبارك المري مع لزام، والوصول في هذه اللحظات من الشعار الواصل شعار محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي، يقدم لنا مصيح، والوصول في هذه اللحظات والقدوم من الجانب الآخر من شعار جمعان بن مطلق العازمي، يقدم لنا سياف يسلم. يا هذا الانطلاق المميز والجميل، رباعية مميزة، ولكن اللي غير الأمور وانطلق العازمي مع مصيح 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 على الصدارة على المركز الأول، ولكن سياف مع المركز الثاني، سياف على المركز الثاني، ولكن تابع راقب هذا الوصول. يا سلام شعر راشد بن كاسب بن خليفة المسافري مع رسال، غير ارسال، انطلق ارسال مع المركز الاول، روح للفوز، روح للنوماس، ارسال ارسال يا المسافري، ارسال. ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الانطلاق المميز والجميل، ارسال 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 على الصدارة وعلى المركز الاول. سلام يا مالك، ارسال على هذا الفوز والانتصار، راشد بن كاسب الخليفة بن سيف المسافر، روح روح بالسلام إلى أبناء الإمارات العربية المتحدة. سلام يا مالك، يرسل.
يرسل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني شعار عامر بن سعد الرفاجة، والمركز الثالث شعار سلمان بن فلاج العتيبي، والمركز الرابع المركز الرابع كان مصيح بشعار، كان شعار محمد بن عبد اللطيف بن علي الحمادي مع مصيح، والمركز الخامس المركز الخامس كان شعار محمد بن حمد بن علي صافي المري. إذا تهانينا والنوماس لمالك إرسال راشد بن كاسب بن خليفة بن سيف المسافري. التوقيت الزمني لحظة وصوله معلن الفوز والانتصار 4:48، 49 جزء من الثانية. المركز الثاني كان لطام، توقيته 4:53، 18 جزءا من الثانية. والمركز الثالث، المركز الثالث كان شعار، المركز الثالث كان شعار سلمان بن فلاج بن ناصر المغيري، يقدم لنا التبر وتوقيته 4:54، 16 جزءا من الثانية. تهانينا والنماس لمالك إرسال على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والنماس لجميع الفائزين، وشوطنا القادم بصوت الزميل محمد.